عندكم انت شي حق ان شاء الله غادي تاخذيه باذن الله. ربي كيشوف هذاك الشيء اللي انا تعذبت وهذا محرم. انت دابا تعريتي وتحفيتي وتكرفصوا عليك هذوك الناس الا كانوا تكرفصوا عليك بنتي بصح يا وشافها ليك الله. اقسم بالله العالي العظيم لا رانا مظلومه ومحقوره، ما خلاش حتى الناس يصاوبوا لي البيبات. كنا بنصاوب في الصلبات، كنا بنصاوب تفصل الباب ما بيني وبين العلاقه لا جمال. عامله قيام معاه قالت لك يسكن بزز عندك ويدخل من عندك ويخرج من عندك بزز. لا اله الا محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. واحد القصه اللي هي قصه مؤلمه، مهما كان الامر مهما كانت السيده، احنا دائما تنقولوا في المشاكل خاصنا نسمعوا الطرفين، وفعلا قناه شوف تي في انتقلت البيت ديال السيده وسمعنا الطرفين، سمعنا ليها هي الطرف اللي كتقول انها ضحيه وسمعنا الطرف الاخر اللي كينفي هذا الشيء اللي كتقولوا هذه السيده. ولكن مهما كان الامر هذه السيده راه سيده مسنه تبلغ من العمر 70 سنه، لا حنين لا رحيم، مهما كانت خاصك تتعامل معها بحال الام ديالك وتهلا فيها. وناخذوا هاد الناس الكبار الله يحسن العون، راه كيكون الضغط كيكون السكر كيكون العقل ديالهم راه كيوليو بحال ديال الدراري الصغار، ناخذ ليها بايدها. المشكل ديال هاد السيده مع الجار ديالها اللي هو باقي واحد الشاب مقتبل العمر، هو والسيده اللي معاه حسب ما كتدعي هاد السيده انهم باركين مع بعضياتهم في علاقه غير شرعيه. هذاك الشيء ما كيهمناش حنا، اللي كيهمنا ان هاد السيده ما تبقاش كتعرض للحقره. وحنا تنوجه واحد النداء لرجال الامن بالمنطقه ديال الرحمه جوج انهم ينصفوا هاد السيده. وحنا متاكدين اننا الحمد لله عندنا واحد الامن نزيه وعندنا امن جريء وعندنا امن لا يرضى بالظلم ولا بالحقره لاي مواطن، فما بالك لواحد السيده مسنه اللي جات عندنا حفيانه عريانه كتشكى وكتستغيث. السلام عليكم اميمتي. شنو وقع لك الميمه؟ محقوره بزاف محقوره بزاف. حنا ميمتي غتقولي تصنتي لي ميمتي، انت واحد المراه كبيره ومشيتي لبيت النبي وكتصلي وتتعرفي بينك وبين الله، حنا تقولي لنا الحقيقه، حنا ما باغيين نظلموا حتى واحد. حنا ماشي الغرض ديالنا اننا نظلموا الناس ولا نصيفطوا الناس للسجن ظلما وعدوانا، خاصك تقولي الحقيقه لان الله سبحانه وتعالى كيشهد على هذا الشيء اللي كتقولي. اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم الا انا محقوره ومهموله وصابره في حقي وتعذبت وتبحنت. ما حالي تعذب تكرفص، دات لي حوجاتي، دات لي المواد الغاديه ديالي جيبها لي غير الناس، ركبت لي الباب ربعة الخطرات وانا كنمشي عند البوليس على رجليا ونجي عند رجليا ودايره الحديد في رجلي، ملي كنمشي ما كيعطيونيش وقت. سيري لهيه سيري لهيه. واش المراه ولا الراجل؟ المراه والراجل. هو توا كيتعدى عليك بزاف كاع ضربك بزاف كاع فايت ضربك بزاف كاع. حيدوا لي البيبان من نهار الجمعه هما كيحيدوا لي في البيبان، والسيد اللي كيجي بغي يصاوب لي البيبان كيجريو عليه. شنو كيجيك هذا السيد هذا؟ يجيني ما نجيه، قال لك ندخل معاك ونخرج معاك صحة. وجات قبليه ما حالي وهبط منه لا كاب ويطلع منه لا كاب، هي وياه، حيت انا ما عندي لا ولد لا بنت، عندي الله. مشيتي عند السلطه المحليه؟ مشيت عند عون السلطه المقدم؟ مشيت تاع حاجه ما قضيتها غير اليوم حاليا، غير اليوم مشيت باش نجيب باش نتغدى، صوت الباب وهنيت صوبوا لي واحد الحاج الله يخلف عليه، قلت هنيت من الباب تاع الفصيل، واخا الباب تاع الحديد فصل والحيط فصل، جيت لقيتها طيحت الباب هرست الباب. دابا انت كديري ذاك الباب كتسدي عليك باب الفصيل، هما ما كيلقاوش منين يدخلوا. اه ملي سدي. ولكن هما هذاك هو الباب الوحيد اللي كيدخلوا منه لدارهم. لا الباب سدوا لهم القيد، والباب ما كاينش في البلان تاع لاكاب. اش واعي هذاك؟ الباب ما كاينش في البلان. دابا هما شاريين لاكاب. اي هو اللي شاري لاكاب. شرا لاكاب. اه شراه. اييه بالعقد. اييه وهذا لاكاب ما عندوش الباب، الباب الوحيد اللي عنده هو الباب اللي عندك انت هي في الـ في الـ في البارطمون. داري في وسط داري. وانت ذاك الباب ما باغيهش؟ لا ما باغيهش. واش فيها زعما اللي خليتي لهم يدخلوا؟ لا ساكن في وسط داري، راه ساكن في الوسط. ورقب لي داري، رقب الماريكو، الماريكو راه يدوز من فوق منه يدقدقو. دابا انتم هذا هو سبب الخلاف. اييه سبب الخلاف هو واحد الباب كنتي لقيتيه نهار شريتي. اييه وهذا الباب قلتي لمولات الدار اللي باعت لك الا ما سديتيش ما نكملش 100000. اييه قالت لي صافي ارقى 100000 انا غنحيد لي الباب، حيد الشراجه من نهار اللي غنحيد الباب. ديك الساعه علاك باقي فيه الباب؟ اييه قالت لي الناطر عطيني 100000، قال لها تحيدي الباب. جا المعلم حيد الشراجه غادي يدني الباب، باعت لي السمسره خزنه. جا دخل الحوايجو صافي، قلت لي ما تدخلش رانا داعي عليك. واش هذا عشوائي ولا بناء عادي؟ اه الرحمه كلها شواعيه. اه ماشي بحال هادشي. دابا ملي ولا يدخل ويخرج مشيت دعيت انا. ملي دعيت حكمت لي المحكمه من صالح نحيد الباب والشراجم،
شراج محيطم هو ناض كره كره بستين الفريال وصافي وخاو اشكرا كره ليه كاب وخاو اللي قال ما وضو كره لهاد الناس هادو اللي عندك معهم المشكل لا هو كره المول السيكان اللي كيخططوا السيكان اللي الكامل ما هر 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 خاو اللي قال ما وضو ستشر هو خاو اللي قال ما وضو شوفي تليفون كيسر اخلي خاو اللي يكون شي واحد من الناس اللي عاطينهم النمره شوفي ما عرفتش اش كاين امي انت الو عليكم السلام عثمان اقطع قطع غير مسالي شنو مع الناس ياك ياك ما كاين باس لا صافي شكون هاد السيد ها دريري كاري لي واحد البيت انت دخله معك شي كراي كريم مسكين كيعاونني هز عليه بالا قال لي شوف انا رانا كاري فلوسي كنعاود هاد السيده ما عندكش حق معايا بعد مني هز عليه بالا وبغى يضربو قال لي ممنوع الكرا ممنوع دابا هو باقي كاري مول السكن لا مول السكن مشى في حالاته جراو عليه القايد ملي فاض على داك الياكبات فاض عليهم الماء الياكبات تحبسوا من كرا ولا من بيع ولا من شرا سدوهم هو جا حل من عندي يدخل معايا ويخرج معايا والتروبيات والغيس والتراب ويهرس في البيبان ويضرب في البيبان بيرجلو وكل شيء دابا انا رانا محقوره ما حالي ريب فهمتك شحال فيها ديال البيوت فيها جوج فيها بيت فيها جوج بيوت وصالون والكوزين الكويزين اواد وفوق منك الناس ثلاثه البارطمان ثلاثه البارطمان ولاكاف هو اللي خداه هو اي ما عندوش حق ياخذ لاكاف لاكاف ما عندوش بعد لاكاف ما عنده دروج ما عنده ديريكس من عندك اي ما كانش معدك هو ما يدخلش لا سد ليه القايد الباب البراني قال لي لا ندخل من عندها صح حيت ما عنده ولاد ندخل من عندها دابا انا بقى في قلبي بالي دق تقول مارقو دق دق ودات لي الساك بحوق جاتو ما بقاتش عندي تصويره لاكار دات لي دابا حنا اللي كنسالوا هذا البيع وهذا الشراء ديال العشوائي كله والسيد جاري لاكاف اللي ما فيهش الباب وهذا الشيء كلشي السبب ديالو اشناهو اشناهو الحقره الحقره والفلوس هذيك الساعه ما يشري الباب ما يشري لاكاف تيشاورني شحال شرا لاكاف قالك شاري ب 14 مليون انت شحال شريت انا شاريه ب 24 مليون وخسرت على 5 مليون وعدي الوراق والوراق عشوائي والوراق داتهم دابا قلت يا امي 24 مليون خسرتي لها 5 هي 29 كون شريتي لك في شي بلاصه انا بعت السفاده اللي هي نقيه قال لي الطبيب ممنوع لك السفلي بعت السفاده جيت عملت السفلي جا هو شرا شرا الغوط شرا الصداع ودركا بنتي هاد السيد وهاد السيده راه حقروني بزاف عندك وليدات ما عندك ما عمرك ولدت يا امي لا فايته والده ولدي مات الله يرحمه الله يرحمه ربي يدير ليا تزوجت الله يعاونها قدك دابا انا بقيت بوحدي غادي يجي وجلسوا معايا ولدي مات الله يرحمه الله يرحمه مات ولد 35 عام مسكين مات بالحساسيه دابا الدريه ربيتها راه تزوجت مشات عاد راجل للصحراء دابا نتوما عايشين في الحرب انت وهاد السيد ومرتو ماشي مرتو ملاقيه معاه ملاقينا يبيعوا داك الشيء تاع الخضارات والمخدرات وداك الشيء ماشي مرتو عذبتني ما كتخافش الله ما كتخافش الله ما كتخافش الله ملي ما نكونش دوك الحوايج وتدي في السيكان دات تباصل وانت هاد البيوت عندك ما كيتسدوش لا هرست البيبان سمعتي الدري عيط عليا درك قال لي راه البيت هرساتو ليا من جيت القفل تم البيت اللي كاري الدري لحقت هرساتو راه الحقره ملي كيمشيو عند البوليس تيديروها انا قلبي دم وما كيديروا عند البوليس ها عندك شهود كاينين الشاهد شاهد في الدوسي على ديك الحاله ما حاولتيش تمشي عند القيد يدخل ما حاولتيش لا الجيران يدخلوا ما كاينش كيلعبوا في ضماليه وما كاينش اللي فكك وتتغوتي تتغوتي وما كاينش اللي فكك ويقول لي تالله ينعس الشيطان علاش ما مشيتيش عند القائد ديال الملحقه تما كاين يفض لكم هذا النزاع القائد هو اللي حرش وقال لي انا حيد لا القائد ما تيحرش لا سمحي لي غير سمحي لي لاله كيفاش القائد حرش والحيد القائد علاش يحرش حيد ليه الباب وقال لي يدخل من عندها ما قالش الله يسمح لي يدخل من عندها حيد لي الباب قال لي انا حيد لك الباب هو حيد باب الفصيل ايوا اذا ماشي القائد اللي حرشو ما عرفت حيد الباب هو تاع الفصيل دك تقولي حوف لا كاب والباب تاع الحديد قال لك حيدوا القائد وحطوا برا جيت ثاني صوبت الباب تاع الحديد مشى فصلوا دك دكو مشيت ثاني اليوم ديت المعلم مسكين حاج بقيت فيه كان حدايا صاوب لي الباب ثاني ملي مشيت غير هادي اللي بعت لكم هاد لاكاف وهاد الشيء مشات بحالاتها كتبيعوا بشكل قانوني مشات بحالاتها مشات بحالاتها دابا ملي الدري بقيت فيه صاوب لي ثاني الباب اليوم جا دقدقات وهي وياه اليوم ولاحوا راه باقي مدقدق دابا شنو بغيتي امي انت شنو النداء ديالك بغيتي نوجهه لك اليوم من خلال شوف تيفي انا محقوره بزاف
انا ما عنديش كتاف، ما كاينش لي حقرك وما كاينش علاش ماكتها ما الكتاف تبارك الله. لا اكتف ما عنديش ولادي ما عنديش بناتي، هما ولادك وحنا هما بناتك والمشاهدين هما ولادك وهما بناتك. دابا البوليس كيجيو كيلقاو البيبان مشرعين مدقدقين والبوليس بروس معفطو فوق الماريو تصوروا داك الشيء وما قالوش عيب. قلت لي الشاف عافاك لما دوي لي مع النجار يجي يصاوب لي الباب ما نبقاش كواك. قال لي ماشي شغلنا، ماشي هذيك ماشي الخدمه ديالهم باش يدوي مع النجار دوي معاه انت يا ميمت. لا ما خلاهش ما خلاهش ما خلاهش يصاوب، قال لي ممنوع عليك تصاوب لي الباب. ها النجار باقي راه حاج ثلاثه الحجات، قال لي ما بقيتش تصاوب لي الباب والحيط كله راب كله دقدق. عندك النمره ديال النجار؟ لا ما عنديش نمره. سيري وصيفط لي نمره النجار حنا غنهضروا معاه. ما بغاش النجار، قال لي من بعد من الصداع. لا نهضروا معاه غير في التليفون باش يجي يصايب لك البيبان. لا ما بغاش كون ما بغاش. قلت للبوليس عافاك دوي لي مع النجار يصاوب لي، قال لي ماشي شغلنا. دابا انت بغيتي تصايبي غير ببيباتك وبغيتي تسدي ذاك الباب صافي، ما بغيتيش يبقى يدخل عليك من تما صافي. من حقك، من حقي، عندك الحكم ديالك، عندك كل شيء. عندي كل شيء وليد دات كل شيء، ما خلاتش ليا الورقه، دات البلان ديال الدار. دابا درتي ليها شكايه بالسرقه ولا مازال؟ درت تعيت وما صورت والو. دابا عاد دات لك اليوم الوريقات وداك الشيء؟ داك النهار واليوم، اليوم دات الساك بكل شيء ليه. امس مشيت عند وكيل الملك دفعت شكايه ولات عاف هذاك الفيكسي قال لي دير يومين وجي يعطيك وكيل الملك. نمرت الشكايه باش تبيعها والله يرضي عليك. كان عام دابا ما خلات لي والو، كل شيء داته. لا اله الا الله محمد رسول الله. واش هذه مرة ولا ماشي مرة؟ ما تتخافش الله، ما تتخافش الله. الو اوليدي اييه هانتي سمعي الدري قالك تجري على الدراري. سمعي نعم سمعي اجري على الدراري من تم سمعي. ياك سمعتي قالك ردي لهم العربو اللي عطيهم باش يمشيو يقلبوا على ريوس. ها نعم واخا ولدي هي تسالي معنا وتعيط لكم. هي تسالي معنا وتعيط لكم. ياك سمعتي؟ ايوا الحمد لله. واخ هاك ياك سمعتي اجري عليهم. ياك سمعتي؟ هدر اولدي هدر هدر اوليدي هدر قولي اش قال لك اوليدي. الله يرحم والدي احنا ما قادينش على الصداع وداك الشيء وحنا راكي عارفين الدراوي. شنو واقع لهم اخويا؟ شنو واقع لهاد السيده مع داك السيد؟ الله اعلم. انا حنايا لقينا شي بهرد اللي تاع عندنا تاع من والو. واش تعدى عليكم هو؟ تعدى عليكم؟ ما تعدى علينا ما والو، ما قال حتى شي حاجه. لقينا مضروبه ومعوجه وطابنا الساقطه ولقينا معوجه. دابا حنا بغيناها عطينا العربون ديالنا. دابا انتم هو ما تعداش عليكم ما قرب ليكم ما جرى عليكم بلات ما جرى عليكم ما والو، هو ما قربش ليكم. حضرتوا لي شي مره هو هاد السيده مدابزين؟ لا ما قربناش عليه. لا ما قربناش عليه. واخا هي غير تسالي معنا. شوف غير تسالي معنا هي غتعيط لك دابا. هي تعيط لك دابا. يلاه سلامة. ياك سمعتيه؟ هو قال لك ما تعداش عليهم. ايوا شكون جاوا لقاو مهرس داك الشيء مهرسهم دقدق. ها نعم ياك ما دابا قال لك ترجعي لهم العربون ديالهم هما ما قادينش يسكنوا. شحال عاطينك العربون؟ واقيلا شي 3000 اللي عاطيني 3000. ودابا ما عندك منين ترديها لهم؟ ما عنديش منين نردها لهم. واش غندير؟ اش غن باش انا نعيش؟ قال لك لقاو دفتهم دقدقه ومهرسه ومعوجه. واش هذا حق ولا محمق؟ كاين شي واحد يقدر يدخل لاي مكان يهرسها؟ ها عبنيتي عقولي ليا ولا نشوف فين غنزيد. غادي نجي ندير جوج رايات ونمشي الرباط ونعيط عشا الملك تيبان حقي. رانا ما ضايقاش من ونيس، كنشرب الماء والدلاع وما دايرش بقي الجوع. دابا كاين شي حق قولوا ليا ما كاينش، خليوني نمشي نقلب على راسي. غيكون الحق ان شاء الله، غادي يكون الحق اميمتي. ياك سمعتي؟ ياك سمعتي اش قال؟ غيكون الحق ان شاء الله. قال البيبان مهرسين ومدقدقين، راه كاينه عندنا فلسطين وغزه. صافي اميمتي ان شاء الله غادي يكون الحق. غنختم معكم مشاهدي قناه شوف تيفي هذا المباشر على امل اننا نلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله نتبعوا فيه الحاله. شنو سميتك اميمتي؟ سرحان فاطمه. الحاله ديال امي فاطمه باش نشوفوا الحاله ديالها فين وصلت مع هذا الجار. للاسف الشديد عار الجار على جاره. كنسمعوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام كيوصي على سبع جار، كيقولوا في واحد الحديث انه كاد الجار ان يورث، ولكن للاسف الشديد هادشي اللي شفنا مع امي فاطمه ما كاينه لا جوره لا والو. انت ما تقدريش تخلي ليه داك البيبي يدخل يخرج منه. ما نخليهش.
تمحي لك وتخلي لي زعما وتعيشو. ما نقدرش داري شاريه فلوسي ومجرم وكيضرب يديه ومعاه نصابه سمساره عايشين في داكشي خايب مع الله ما تيخافوش، ونموت وما نشوفهمش وما يديروش داكشي عندي، ما يبيعوش عندي المخدرات ويديروا الشيشه. كنا بواحد جاي عبد الحق عبد الغاني كمد وعطيه، عبد الغاني كمد وعطيه الشيشات ربعه ولا خمسه خر وليت نكمع ونطيح. هذاك الشيء انا نموت عليه. كاش من ريحه ممت اي هذاك الشيء ما يديروش في داري. وزيدون انا شاريه داري ما عندوش حق يدخل من حقك معنا. من حقك ام انت دارك هذيك شاريه بفلوسك 24 مليون و5 مليون ديال الاصلاح ماشي سهله. دابا راه دات لي اوراقي كاملين ما خلاتش ليا صويرت لاكارت. يكون الخير ان شاء الله. دات الاوراق ديال الدار ودات البلان دات لاكارت. كيفاش كتعيشي ام انت دابا؟ اش كتقولي لي عيطوا عليك كاريه اليوم قبل ما تكريدو عاد عطاوك العربون والنامس وقبل من باش كنتي عايشه؟ كاين واحد الدري اخر حتى هو كاري عاد ياك. وما تقلقيش ام انت ان شاء الله يكون خير. لا ما غنتقلقش ربي يخليك ما غنتقلق. ضحكتي ملي قلتي تجمعي وتجي على ريحه الشيشه دوخات. واش نكذب على الله دوخات اي واش نكذب؟ لقى الشيشه يكمدوا يعطيوا عايشين بهذاك الشيء ان شاء الله يكون خير. ودابا حيديه كل شيء ديه مدبحين الله يهدي ما خلق ام انت. دبح اليد الاخرى دار 12 غرزه قال لي البوليس مالي دق قال لي ضربتني قال لي باش قال لي ضربتني بموس. انت ضربتي بموس؟ قال لي ولحت عليا الما القاطع مشرمله الشعيبيه مشرمله. لا بلاتي انايا قلت لي الشيف عندي معاك كلمه الله يرحم لك الوالدين ونهار الجمعه انا صايمه فاتح محرم في سبيل الله. قال لي اش باغا تقولي؟ قلت لي ها المصحف حلفني انا الاولى وحلف فيه انا نضربه بموس قديت عليه كون قديت عليه غندخل لجهنم ونقتلو هو وديك السمساره اللي معاه. ولا اله الا الله. غنختم معكم هذا المباشر مشاهدي قناه شوف تي في الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله. غنخليو لكم رقم الهاتف ديال مي فاطمه قبل ما نختمو قولي لنا رقم التليفون ام وينت. ما نعرفش نجبدو انا دابا انا الليله ما غنباتش في داري. علاش ما تباتش سيدي؟ ديك دقه لا يمدك دقه فين غنبات؟ لا لا يمدك دقه 06 97 عفوا 06 96 77 11 81 06 96 77 11 81. هذا هو رقم الهاتف ديال مي فاطمه. تواصلوا معها اللي بغى يعاونها اللي بغى يلقى لها شي حل. غنتلاقاو معكم ان شاء الله في جديد مي فاطمه وغنمشيو عندها المحاله وبيبات يكونوا مصايبين اللي بغى يصايبهم لها ويعاونها ونشوفها باركه في محلها ان شاء الله مرتاحه. الى اللقاء.